الخير يا مولاتي. الحمد لله رب العالمين. خلاص انت في مشهد امتداد الذراع داير ما يدور في دائرة في وسطها، ده مشهدك. خلاص بتيجي طاقة تنكشك في حتة، بتحسسك بوجودك. تتبعي الحركة، هتلاقي متحرك. خلاص مين اللي بيحركه؟ الحمد لله رب العالمين. خط مستقيم هو ده الصراط، صحيح؟ تمام. عارفة من فين جيتي؟ عارفة انت فين؟ وعارفة انت رايحة فين؟ ده كله اسمه إدراك الحياة. ها مش كيف الحال؟ الحي الواحد البر الرؤوف السلام الجبار الودود الحق الولي لا إله إلا الله. خلاص جاكي صوت؟ ها خرج شوية هوا، عضلة بتطلع هوا، صح؟ لفت خبطت هنا، فجاكي صوت سمعتيه. يبقى عندك سمع، عندك بصر، وعندك فؤاد. كل ذلك كان عنه مسؤولة، اتسجلت عليكي. هو ده اللي هتتسألي عنه في الحتة اللي انت راحت لها دي. فايش رايك؟ يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية. ارجعي لفي وارجع تاني. بس الحق الوحيد الحي الوحيد هو الآن، يحدث الآن. هو ده الحق، هي دي الحياة. خلاص أيوة، معا مع الحياة في طاقة وفي طاقة عندك. ثلاثة علم اليقين، لكن عين اليقين اللي هو ده عين اليقين الملموس، صح؟ ايش فضل؟ فضل حق اليقين، حق العزة لله والشفاعة لسيدنا محمد. صباح الخير يا مولاتي.